صحتك بالدنيا وموضوع صحي جديد، ولكن هاي المرة ما بيتعلق بالصحة النفسية، يتعلق تماما بالصحة الجسدية وتحديدا صحة الجهاز التنفسي والرئتين. موضوع السجائر الإلكترونية يلي صارت بالفترة الأخيرة مصدر ذعر للعديد من الحكومات والسلطات الصحية، لدرجة أنه تم تصنيفها من قبل الخبراء على أنه وباء جديد بيهدد صحة المراهقين على وجه الخصوص. طبعا تم حظرها بالعديد من الدول أيضا. نعم، بالرغم من أن دراسات كثير من الخبراء سنة 2015 وما بعدها خلصت إلى أن السجائر الإلكترونية بالفعل أكثر أمانا وأفضل على صحة من السجائر القابلة للاحتراق، فإن معارضي هذه العادة يشيرون إلى حقيقة أن الكثير من غير المدخنين باتوا يتبنون هذه العادة بغزارة ويحصلون على نسب عالية من النيكوتين المسبب لإدمانه. معنا تقرير عن السجائر الإلكترونية، خلينا نشوفه ونرجع لكم من تاني. منذ أن بدأ نزول السجائر الإلكترونية عام 2007 إلى الأسواق ومعدل استخدامها في ازدياد مستمر، حتى وصل عدد المستخدمين للسجائر الإلكترونية في بريطانيا فقط إلى 2,600,000 شخص. وجاء تقرير منظمة الصحة العالمية بإنجلترا ليشير إلى أن 20,000 شخصا على الأقل يتحولون عن السجائر العادية إلى السجائر الإلكترونية كل عام، ظنا منهم أنها أقل ضررا من السجائر العادية، ويعتقدون أنها وسيلة للتدخين يتقبلها المجتمع بشكل أفضل، مع العلم أنها ليست بديلا صحيا للتدخين على الإطلاق كما أظهرت الأبحاث العلمية. فيما أشارت هذه الأبحاث إلى أن المراهقين الذين يتعاطونها قد يكونون أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل الأزمات القلبية وسرطان الرئة وسرطان اللثة. وفي دراسة أخرى أجرتها جامعة فيرجينيا الأمريكية كشفت أن نفخة واحدة فقط من السجائر الإلكترونية يزيد خطر الإصابة بأزمة قلبية، والتعرض لدخانها لمدة 5 دقائق يضيق الشرايين بنسبة 30%. ووفقا للموقع الطبي الأمريكي هيلث داي نيوز، أوضح الباحثون أنه عندما يدخن المراهق السجائر الإلكترونية خلال شهر واحد يكون أكثر عرضة للتدخين في المستقبل بمعدل 7 مرات. وكشف تقرير أن استخدام السجائر الإلكترونية بين طلاب المدارس الثانوية قفز 900% من عام 2011 وعام 2015. وأثبتت الأبحاث السابقة من جامعة كاليفورنيا أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تسبب ضرراً مدى الحياة على القلب. حسب دراسة أعدها مستشفى جامعي بألمانيا تؤكد أن تدخين السجارة الإلكترونية التي تحوي النيكوتين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ومعدل دقات القلب مقارنة بتدخين السجارة العادية. ويمكن استبدال التدخين ببدائل أكثر أمانا من السجارة الإلكترونية مثل بدائل النيكوتين، وهي اللصقة الطبية أو علكة أو سبراي، وهي وسائل معترف بها حول العالم تساعد على الإقلاع عن التدخين، وهناك أدوية أيضا تساعد في الإقلاع عن التدخين. بالفعل موضوع السجائر الإلكترونية موضوع مؤثر جدا، يمكن التقرير تعرض لأكثر من نقطة. شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي عملت بحث عن هذا الموضوع، يمكن التقرير جاب أجزاء كتير منه، أنه أصبح الموضوع في السنوات الأخيرة منتشر بشكل كبير سواء في إنجلترا أو حتى على مستوى العالم. واللافت في الموضوع أنه الأطفال أو نقدر نقول الشباب من عمر 18 سنة أصبحوا شريهين جدا لتعاطي أو استخدام هذه السجائر الإلكترونية. السجائر الإلكترونية يا جماعة باختصار هي سيجارة عادية بنكهات مختلفة علشان تخلي الشخص اللي هو بيدخن إن هو يقلع عن التدخين. الغريب في الموضوع إن في ناس أصلا ما بتدخنش، وده كلام الدراسة، إن في ناس ما بتدخنش أصلا بدأت تستخدم السجائر الإلكترونية. طب أصلا هي معمولة بالمقام الأول عشان الناس اللي بتدخن تبتعد عن النيكوتين أو تبتعد عن هذه الأضرار وتروح لشيء آخر مفيد، فراحت ناس تانية أصلا ما بتدخنش راحت بدأت تستهلك النيكوتين والكلام ده. طبعا في آراء متباينة، في رأي بيقول إنها بتقلل أو بتخلي الناس تقلع عن التدخين فبالتالي هي كويسة، وفي آراء تانية بتقولك لا ده الموضوع، وآراء طبية بالمناسبة بيأثر على الرئة بيأثر على الأجهزة المختلفة، لأن استنشاق هذه الأدخنة أو هذا الهواء الملوث هيأثر عليك، وفي نسبة أصلا من الماده اللي انت بتستنشقها دي او بتدخنها فيها نيكوتين، وبالتالي انت هتصبح مدمن على هذا الموضوع. واوصوا ان تتعمل دراسات اكتر عن الامر علشان الناس تحاول تتخلص
حتى من السجائر الإلكترونية، يعني جبناها كحل أصبح للأسف في ناس بتستخدمه استخدام سيء. أصبحت أزمة جديدة. نعم. وفي دراسات أيضا طارق بتقول أنه هي مضرة أكثر من السجائر. صحيح. العادية والنراجيل العادية.